وصفة يخنة الكفتة باللبن. بالنسبة للحمة الكفتة استخدمت لحم خروف مدهن على الناعم مفروم مع شوي بقدونس وبصل، ما بحب كتر فيها، حطيت قرفة، حطيت فلفل أسود، كل المقادير، البهارات نص معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة فلفل أسود حلو، نص معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة بابريكا، هيدي أنا عمليتها، ومعلقة صغيرة ملح حسب كمية اللحمة بنحط ملح. هلأ رح أدعكن سوا وجهزن. حطيت معاها بس معلقة طعام زيت زيتون، بتعطيها طعم كتير طيب للحمة. وهيدي الكفتة بعد ما أنا كورتها، جهزت الطنجرة اللي بدي اعمل فيها الكفتة باللبن، رح احط فيها نص معلقة طعام سمنة، وهلأ رح شوح انا هون حبات الكفتة بالسمنة على نار هادية. هيدا اللبن جهزته، حطيت كيلو، بستخدم هيدا النوع من اللبن، كتير طعمته طيبة. رح احط عليه لهيدا الكيلو معلقة طعام وربع تقريبا او نص نشا مع عصير حبة ليمون، واخلطهم سوا. وهيدا اللبن صار جاهز عندي، حطيت عليه النشا وعصير حبة ليمون ومعلقة طعام ونص نشا، وصار اللبن عندي جاهز. بعد ما انا خفقت اللبن مع النشا والليمون، راح احط عليه معلقتين طعام طحينية وجهزهم سوا. هلأ الكفتة عندي قربت تصير 3/4 الاستواء، اخذت تشويحة، وهيدي المي ما بدي نشفها على الاخر لانه بدي اياها تعطي طعم للبن. هلأ راح ضيف اللبن فوق الكفتة وقلبهم على طول، ما رح احط مي سخنة هلا ابدا، لحتى لي يغلي اللبن بضيف المي السخنة، ومنحرك اللبن بمعلقة مسطحة عشان ما نكسر حبات الكفتة، ومنقلبهم لحتى لي يغلي معنا. حطيت اللبن على الكفتة تقليب بمعلقة مسطحة ليغلي معي، رح ضيف المي السخنة. بس غلي اللبن عندي واشتد، رح ضيف عليه مي مغلية تقريبا كباية حسب كمية اللبن، انا ما بحب يكون كتير رخو معي. رح اغليهم هلا شوي، اتركهم يغلوا شي كم دقيقة، بس 3 دقائق 4 دقائق ليشتد اللبن يرجع مرة تانية، ورح ضيف عليه تقلية التوم والنعناع. حطيت هون زيت زيتون اسباني شي معلقتين طعام ونص على نص معلقة طعام سمنة، رح ذوبهم سوا. حطيت هلا معلقة صغيرة توم مهروس، رح اقلبهم مع الزيت والسمنة. حطيت على التوم معلقة طعام نعنع يابسي، ورح اقلبهم سوا بس تقليبتين، واطفي تحتهم، ما بدي كتير اقلي النعنع عشان ما تمرمر معنا. هلا انا طفيت تحت اللبن، بعد ما صار عندي الكفتة استوت كل الاستوى، رح ضيف قلية التوم والنعنع وبقلبهم سوا، وبسكبهم بجاط التقديم. رح خلي تقريبا ربع الكمية عشان اسكبها على وش الكفتة، وهيدي الكفتة هيك صارت جاهزة للسكب. وبهيدي يخنة الكفتة بعد ما سكبتها زينتها باللي تبقى عندي من تقلية التوم والنعنع، وبتتقدم. فيكن تاكلوها تغميس بالخبز، وفيكن تاكلوها مع رز أبيض، كتير وصفة طيبة. بتعصروا عليها قطعة ليمون مع الرز، وصفتها كتير طيبة وبسيطة وسهلة، وما بتاخد وقت، وكتير مغذية لأطفالنا. وهيدي وصفة الكفتة باللبن بعد ما سكبتها وقدمت على جنبها رز بشعيرية.